الرحيم، صلي وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية أحب أرحب بالسادة الحضور، لأنه من أصل أهلي وناسي وعزوتي والمتضاف ليا في الحياة. أحب أرحب بالأساتذة الكبار على وجودكم وتشريفكم لينا النهاردة. أرحب بالدكتور أيمن خضر، كبير مقدمي البرامج والمخرجين بتلفزيون المصري، اللي أول ما لبيت الدعوة لبى دعوتي سريعا. أخص بالشكر لسيو ممدوح، صاحب دور جينيوس للنشر والتوزيع، وصاحب فكرة الندوة من البداية، وبشكره على المجهود الكبير في نشر مؤلفات والدي داخل محافظات مصر، واللي بنسعى إن شاء الله ننشرها خارج مصر. اليوم نتكلم عن أهم وأعظم رجل في حياتي. لما بذكر اسمه بشعر بالفخر، لأن اسم بيقترن باسمه. بلي صعوبة في إني أوصف إحساسي ومشاعري النهاردة لسببين. الأول لأنه فارق الحياة، ويعلم الله في لغاية اللحظة اللي بتكلم فيها الآن لن أصدق أنه فارق الحياة. السبب الثاني لأن عندما أنظر إليه أجد مجموعة شخصيات تجمعت في رجل واحد. أجد أستاذ جامعي عاشق العلم وهب حياته من أجل التدريس والدراسة في الجامعة، رجل بطابع خاص له أسلوب مميز في توصيل المعلومة سواء لطلاب الجامعة أو لطلاب الدراسات العليا، رجل له العديد من المناقشات والندوات داخل الجامعة، لدرجة أن تم مناقشة إحدى الرسائل التي كان يشرف عليها بعد رحيله. أجل شخصية أخرى، فلاح أصيل عاشق الأرض وزراعة النخيل، عاشق لأهله لبلده لوطنه، لدرجة أنه بيقطع مسافة طويلة بتفوق ال 12 ساعة بين محافظة الشرقية ومحافظة الوادي الجديد للاهتمام بأرضه وزراعته وإصلاحها. أجل رجل بيشعر ان النخيل ترحب به عندما يدخل الى الارض. اجد شخصيه اخرى، مفكر كاتب شاعر عاشق للمتنبي واحمد شوقي وغيرهم من الشعراء، استطاع ان يجمع خبراته العلميه والعمليه وترجمتها في مجموعه من المؤلفات. هذه المؤلفات ليست مجرد كلام على الورق، والله هي مهارات وتجارب وأفعال حصلت بالفعل في حياته. هذه شخصية صاحب همة عالية لا يعرف الكسل ولا الراحة، لديه طاقة هائلة في توصيل في تحقيق ما لديه. أجد رجل مسؤول قيادي لديه رغبة وعزيمة جبارة في تحقيق أهداف مهما كانت الظروف أو الألم الجسدي اللي كان بيعاني منه. رغم طموح فكره وطموحه ملوش نهاية، لأن علمته الرياضيات إن هناك شيء اسمه ما لا نهاية. رغم بيخطط بينظم لاستثمار وقته إيجابي متفائل في حياته. عندما يتعرض لمصيبات كبرى أجده صبورا لا يجزع، وراضي بقضاء الله وقدره. كان رجل غير عادي له أثر وبصمة في أي مكان بيتواجد فيه. كل هذه الشخصيات اتجمعت في رجل واحد.
هو أكل من الفصل طبعا. لما نيجي نتكلم عن مسيرته الأدبية هنجد إنه بدأ من فترة قصيرة، منذ 11 سنة تقريبا أو أكثر. بدأ أول كتاباته في نهاية 2009. في الفترة دي كان بيعمل مستشار في جامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية. وصدر أول كتاب لي هي أمير في الوادي سنة 2010. الكتاب ده كان نقطة الشرارة والسلمة الأولى في استمرار مسيرته الأدبية. ثم أخذت تتوالى المؤلفات سنة ورا سنة. وبالنسبة لآخر مؤلفاته وانتهى من كتابته في آخر 3 شهور من حياته، اللي هو تحليل النفس البشرية. ربنا يعلم إنها كانت أصعب 3 شهور مرت عليهم وعلينا جميعا بسبب انتشار الألم في جميع جسمه، لدرجة وصل فيه الوضع إنه امتنع عن الأكل نهائيا وكان غير قادر على الحركة. رغم كل هذه المعاناة والألم إلا أنه كان حريص إنه ينتهي من تأليف هذا الكتاب. وبالفعل وبعد ما انتهى من تأليفه وفي آخر 3 أسابيع من حياته طبع الكتاب، بس ورقي على قد الطباعة الخاصة بيه، طبعه بشكل ورقي وادهولي وسلمهولي على أساس إن أنا أراجعه وأديه لأحد المختصين يراجعه لغويا وتنسيقه، على أمل إن يقوم بنشره بعد انتهاء فترة الألم والمرض. فلكنه فارق الحياة فأعظم وأجمل أيام الله المباركة في يوم 13 رمضان. وربنا يعلم إنه كان يتحلى ويتمتع بالصفات الجميلة والعلم النافع والعمل الصالح والكلمة الطيبة والكفاح والعطاء والمصابرة. رحم الله قلبا كان يدعو لي حتى توقف نفسه، رجلا لم يتكرر في حياتي. رحمك الله يا ابي بقدر شوقي اليك وطاب منامك الطويل، وارزقني الله رؤيتك في الجنه. وشكرا.